بسم الله الرحمن الرحيم، معكم شركة أم للتجهيزات الطبية، تقدم لكم. معكم مهندس بشير متولي، مهندس تجهيزات طبية، مدير قسم صيانة الأمواج فوق صوتية في شركة أم، حاصل على شهادات في الصيانة وفي من هولندا وأمريكا، وأبليكيشن من تشيك، وبعض التدريبات على Air Learning from Philips Site and Center. ستكون الدورة في هذه عن أساسيات تصوير أمواج فوق صوتية، وسيكون منهاج الدورة على الشكل التالي: نبذة تاريخية عن جهاز تصوير الأمواج فوق صوتية ومقارنته مع الأجهزة الأخرى، مفاهيم ومصطلحات أساسية متعلقة بالأجهزة الصدى، البروبات وأنماط الأظهار المختلفة، المخطط الصندوقي، وتطبيقات الطبية المتعلقة بأجهزة الصدى. النشاطات التي ستتم خلال الدورة: سيتم ترجمة بعض التقارير أو مواضيع متعلقة بأجهزة الأمواج فوق صوتية. بداية سنتحدث عن الأجهزة التصوير التشخيصية. لدينا أجهزة تصوير مختلفة، شعاعية وغير شعاعية. بالنسبة لأجهزة التصوير هناك نوعين: هناك أجهزة تصوير علاجية وأجهزة تصوير تشخيصية. سنعتمد في هذه الدورة عن الشرح عن أجهزة التصوير التشخيصية. مثال هذه أجهزة من أمثلة هذه أجهزة التصوير التشخيصية: أشعة سينية، جهاز الإكس راي العادي الذي يعتمد على قياس التكامل من خلال معامل التخميد، فهو يعتمد على الصورة التي تنتج عن خيال أو ظل الجسم المصور أو جسم الإنسان. أما بالنسبة للطبق المحوري فإنه يعتمد على الصور بشكل تشريحي، فهناك مشكلة بالنسبة للأشعة السينية أن هناك تراكب في البناء يتم التغلب عليها من خلال جهاز الطبقي المحوري، أيضا يعتمد على ظل الصورة. أما بالنسبة للأمواج فوق صوتية فإنها تقيس الانعكاسية في الجسم، لذلك تستخدم الأمواج فوق صوتية، فهي تختلف عن مبدأ الخيال، أما هنا يتم قياس الانعكاسية. يجب أخذ بعين الاعتبار أنه بالنسبة لجهاز الإيكو النقة الحيزية خاصة به ضعيفة، والأمواج فوق صوتية تكون لها إمكانية محدودة بالقدرة على إيضاح النافذة الصوتية، سأتحدث عن النافذة الصوتية بالتفصيل، ويظهر قصور في إمكانية تصوير التراكب بين العظام وأنسجة الرئة. هذه بعض المشاكل التي سنواجهها في جهاز التصوير الأمواج فوق صوتية. ما هو أهم الاختلافات بين هذه الأجهزة؟ يجب أن نقول لماذا، على سبيل المثال السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا نحتاج إلى أجهزة مختلفة للتصوير؟ لماذا ما نعتمد على جهاز الإكس راي وحده دون الألتراساوند؟ لماذا لا نعتمد على السي تي؟ إن كل جهاز يقيس تداخل بين الطاقة والأنسجة الحيوية، فهو يختلف ويؤمن قياسات فيزيائية لخواص الأنسجة. فتفاعل الأمواج فوق صوتية تختلف عن تفاعل أمواج الإكس راي أمواج سينية. إن الأنسجة التي تكون متماثلة في اثنين من الخواص الفيزيائية يمكن أن تكون مختلفة في الثالث. ملاحظة: كل جهاز يجب أن يرتبط بخاصية فيزيائية والتي تقيس وظيفة الأنسجة العادية والغير عادية إذا أمكن. هناك اعتبارات مهمة يجب أن أخذها بعين الاعتبار تضمن كلفة الجهاز، فنلاحظ أن جهاز الألتراساوند أقل من غيره، الأمان والنقل. هنا بعض الأمثلة عن ماهية الصور للقلب، صورة القلب لعدة أجهزة: فهنا الإكس راي، هنا الطبقي، هنا البيت، هنا المرآي، هنا الإيكو الألتراساوند، وهنا سبيكت. هذه صور كل واحدة تعطي وظيفة أو معلومات تختلف عن الأخرى، لذلك نستخدم أجهزة مختلفة. هناك أمور يجب أخذها بعين الاعتبار عند مقارنة بين الأجهزة المختلفة. فعلى سبيل المثال المرنان لا يحتوي على إشعة ضارة أيونية كالأشعة السينية، صورة قوية عالية الجودة، يحتوي على صورة ثنائية وثلاثية الأبعاد، لا يمكن أخذ صورة بالزمن الحقيقي، لا يوجد منه MRI نقال
تكلفة الصورة عالية وتكلفة الجهاز عالية أيضا. يمكن تصوير الجزيئي أو لبعض الذرات، سأتحدث عنه بالتفصيل لاحقا. الطبق المحوري، الطبق المحوري يمتلك أشعة متأينة أو أشعة ضارة، له صور بدقة عالية، يمكن تصوير ثنائي أبعاد وثلاثي أبعاد، لا يمكن تصوير بالزمن الحقيقي، لا يوجد منه نقال، ولكن الآن بدأ التفكير بتصنيع طبقيات نقالة. الكوست تبعه عالي، ويمكن تصوير بعض الجزيئات من خلال بيت سيتي. جهاز لتصوير الأمواج الفوق صوتية أو الإيكو لا يملك أي أشعة ضارة تأيونية، صورته مقبولة إلى وسط، يعني وسط إلى جيدة. يمكن تصوير ثنائي بعد ثلاثي بعد، يحتوي على تصوير بالزمن الحقيقي، يمكن نقله أينما كان، تكلفته منخفضة، ويمكن تصوير الجزيئات من خلال مواد ظليلة أو البابلز اللي يسموه كونتراست ميديا. لدينا جهاز الإكس راي، يوجد أشعة تأيونية دقته عالية، لا يمكن تصوير ثلاثي أبعاد، فقط ثنائي أبعاد، ريال تايم بالزمن الحقيقي، لا يوجد منه نقال، والآن يوجد بعض أجهزة النقالة. كوست وسط، ويمكن لا يمكن تصوير الجزيئات. البيت نيكولار، في أشعة تأيونية، لو جودة الصورة ضعيفة، تصوير ثنائي البعد، لا يوجد زمن حقيقي، لا يمكن نقله، وتكلفته متوسط لعالي، يوجد تصوير جزيئي. نلاحظ هنا بعض الأمثلة عن أسعار الأجهزة وصورها وتكلفتها. سنتحدث عن نبذة تاريخية عن جهاز الصدى القلبي. سنشاهد الآن فيلم يشرح لنا كيف بدأوا بالتفكير بجهاز التصوير الأمواج فوق صوتية. ملاحظة أن جهاز تصوير أمواج فوق صوتية يدعى في بعض الأحيان سونار، وهو مقتبس من جهاز سونار الذي يقيس المسافات تحت الماء ولتحديد مواقع الغواصات. حيث أول ما بدأ التصوير، أول ما بدأت الفكرة، في فكرة الغواصات، حيث قام بعض السفن بوجود بامتلاك جهاز سونار الذي يرسل أمواج تصطدم بأي شيء معدني تحتها، ثم تعود لتحدد موقع هذا الشيء المعدني الذي قد يكون غواصات أو ما أو مواد معدنية أو بعض السفن الغارقة تختلف. لم يتوقع أحد أن يستخدم هذه التقنية كأداة تشخيصية ومعالجة في الجسم الإنسان، ولكن تم نقل هذه التقنية إلى جهاز الصدى أو جهاز الإيكو، الذي يعتمد هذا الجهاز على الأمواج المرتدة عن جسم الإنسان. إن هذه الأمواج ترتد على الحواجز الفاصلة بين الأنسجة المختلفة مثل الماء والدهن والدهن والعضلات. سنشاهد هذا الفيلم الآن، نستمع له. When the U.S. Navy was using sonar to hunt for submarines in World War II, nobody guessed that someday this same technology would be used by radiologists as a diagnostic and therapeutic medical tool. Well, actually, I guessed but forgot to write it down, and now no one believes me. Ultrasound uses the same principle as sonar, bouncing sound waves off objects in the body. The sound waves bounce back from boundaries between different tissues, like water and fat, or fat and muscle. هذه الفكرة التي شرحتها شاهدناها بهذا الفيلم الملخص لما سبق. نلاحظ أن أي صورة أمواج فوق صوتية يمكن تشكيلها على الشكل التالي. هذا الحقيقي، هذه الصورة أو جسم الإنسان لنفترض، وهذه البيم أو حسبة الأمواج فوق صوتية. يتم رسم هذه الموجة على خط، على سبيل المثال لاحظ سواد في الهواء في المنطقة التي هي A، كتلة A يعطي نوع من الرمادية حسب الانعكاس، ثم سواد، ثم منطقة أيضا رمادية،
ثم سواد. هذا آلية رسم الصورة الثنائية البعد، ومن هنا نحصل على مثل هذه الصورة. كفكرة تاريخية يجب أن نقول عنها أن جهاز الصدى القلبي بدأ في 1822 دانييل العالم السويسري فكرة الجرس تحت الماء في محاولة حساب سرعة الصوت في الماء في بحيرة جنيفا. ثم انتقل في عام 1880 اكتشف بيركوري عالم بيركوري التأثير الكهروإجهادي في الكريستالي، والكريستالي هي أساس جهاز التصوير الأمواج فوق صوتية، فبدونها لا يوجد أمواج فوق صوتية. ومن هنا بعدها تم اكتشاف تقنيات صدى الصوت ذو التردات العالية. في 1912 بعد غرق تايتانيك تطورت أنظمة الكشف، حيث حاولوا البحث عن الذهب الموجود أو الثروات الموجودة في هذه السفينة، فبدأوا يطورون الأجهزة الكشف تحت الماء وخصوصا في أغراض الملاحة، وتطورت أيضا في الحرب العالمية الأولى من أجل الكشف عن الغواصات. هذا الذي قاد إلى اكتشاف السونار Sound Navigating and Ranging. هذا الكلام كان في 1912. أما في عام 1940 تم اكتشاف أول ماسحات طبية لأول جهاز طبي أو أول موديل طبي. فإن الأمواج فوق صوتية استخدمت من أجل القيام بدور مماثل لذلك الدور في الأشعة والعلاج الكيميائي، يعطينا صورة تشخيصية عن جسم الإنسان. إن المكتشف الحقيقي لتشخيص الأمواج فوق صوتية هو جون وايلد، الذي تخرج من جامعة كامبريدج في بريطانيا، حيث اكتشف التصوير الأمواج فوق صوتية الأحادية البعد إيمود. ثم في 1950 تم إنتاج أول جهاز في المجال الطبي. بعد ذلك قام مهندس إلكترون جون الذي جون وايلد أند ريد عالم ريد الذي بنى قام ببناء وشغل جهاز الأمواج وتشغيل جهاز الأمواج فوق صوتية الأكثر انتشارا في العالم. وكلهم من العالم وايلد وريد قاموا ببناء أول جهاز يعتمد على هاند هيلد، يعتمد على بي مود الذي يمسح الصورة ويمكن يعطي مستخدمه إمكانية رؤية التامور خلال تحريك من جهة لأخرى خلال إضلاع الصدر. في عام 1953 تم الحصول على أول صورة بالزمن الحقيقي لكتلة 7 ملم في الصدر. هذه بعض التواريخ أحببت أن أضعها لكم حتى تشاهدوها لمعرفة مراحل اكتشاف أنماط الإظهار وتقنيات الأمواج جهاز الأمواج فوق صوتية. نلاحظ نلاحظ هنا ب 42 و 49 و 47 ثم 54 وآخرها في التسعينات لاختراع الجهاز الديجيتال. هنا بعض الصور حببت أن أريكم إياها عن كيفية كون الجهاز التصوير الأمواج فوق صوتية كان يعتمد على ذراعين موصولين على المريض. لاحظ هنا ذراعين موصولين على البروب الموصول على المريض، لا يوجد صعوبة في حركة هذا البروب. ثم تم من خلال بعدها اكتشاف ذراع يحرك البروب من قبل الطبيب ولا يكون ثابت كما في الشكل الرئي. في السبعينات تم اكتشاف الريال جري سكيل ستاتيك ايميج للأعضاء الداخلية. في منتصف السبعينات تم اكتشاف الريال تايم. في بداية الثمانينات اكتشف الدوبلر وكلر دوبلر وجهاز تصوير يحتوي على 128 قناة. هذا سمح للتصوير لصور الأمواج فوق صوتية الأبيض والملونة أن تكون عالية الدقة. تم أيضا اكتشاف الهاند هيلد كما هو موجود مشاهد بهذه الصورة. لاحظ هذه الصورة لأوائل أجهزة الإيكو كانت بهذا الشكل كرسم إشارة، وهذا الذراع الحامل للكريستالات والأول البروب. على اليسار هنا نشاهد أول بروب للتصوير مهبلي. سنتكلم الآن ونتحدث عن بعض المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها في تصنيف الإيكو. تصنف الأجهزة الأمواج فوق صوتية حسب ما يلي:
وهذا التصنيف ليس الوحيد، ولكن اعتمد اعتماده من قبلي كمؤشر أو كمساعد أو كأحد التصنيفات المختارة. الأجهزة فوق الصوتية يمكن أن تصنف بعدة طرق، منها نوع توجيه الحزمة الإلكترونية، هل هي تعتمد على المصفوفات القطاعية فيست أري أم على توجيه حسب العناصر المختارة. أيضا نوع التطبيق، هل الجهاز الذي لدينا قلبي، أوعية، توليد نسائية أم بطن. طبعا يختلف هذا التطبيق أو معرفة الجهاز أنه قلبي أو تصنيفه على قلبي حسب البرامج الموجودة بهذا الجهاز، وحسب أنماط الأظهار أيضا الموجودة بهذا الجهاز، وحسب البروبات الموضوع على هذا الجهاز. ثلاث بارامترات هي التي تحدد الجهاز، هل هو قلبي أم نسائي أم أوعية أم بطن. طبعا يجب أن أخذ اعتبار طبيعة تشكيل الحزمة، هل هو أنالوج تمثيلي أم رقمي ديجيتال. هناك أجهزة تمثيل أنالوج، هناك أجهزة سيمي ديجيتال يعني أو هجينة هايبر يسموها بين تمثيلي ورقمي، وهناك أجهزة رقمية فول ديجيتال. قابلية النقل، هل يمكن نقل الجهاز أم يكون محمول باليد أم يجي أم هناك عربة ضمن هذا الجهاز. هناك مزايا أساسية يجب أن نذكرها للأمواج فوق الصوتية، أنه لا يوجد به راديشن أو أشعة أيوني، أي أنه سيف آمن، قليل ليس إكسبنسيف ليس غاليا، يعطينا صور بالزمن الحقيقي، الدقة تبعه عالية، ريزوليوشن مليمتر رينج، يمكن تصوير الجريان الدموية ويعطينا معلومات عنها، سهل بالنقل. من مساوئه إذا كان العضو يحتوي على غاز أو بنى عظمية فإن الصورة تكون جدا صعبة أو ضعيفة، فلا يمكن أن نحصل على صورة جيدة. من مساوي أيضا أنه limited window، النوافذ محدودة لتصوير على سبيل المثال القلب، يعتمد جدا على مهارة المستخدم. أيضا من الصعب أن نحصل على صورة جيدة أو قوية في حال المرضى البدينين. هذه المساوئ أهم المساوئ الموجودة في جهاز الأمواج فوق الصوتية. هنا انتهت الجزء الأول من المحاضرة. الذي يرغب يمكن أن يذهب إلى الإنترنت ويبحث عن هذه الأسئلة التي قد تساعده. ما هي المزايا فوق أمواج فوق صوتية عن باقي الأجهزة الطبية؟ يمكن البحث عنها، وما هي مساوئها؟ ذكرت بعض المزايا وبعض المساوئ، يمكن البحث عن باقي المساوئ والمحاسن. أيضا ما هي المبادئ التي يعتمد عليها تصنيف الأمواج فوق صوتية؟ ذكرت كم أربع بنود، هناك بنود أخرى يمكن أن بالذهاب إلى الإنترنت والاطلاع للحصول على معلومات أكثر. وشكرا لإنصاتكم.